شروط العمل في ألمانيا. قولوا يا الله. طبعا حبايب، المحطة الرئيسية في هامبورغ للقطارات المواصلات العامة دائما عبالك نمل، يعني دائما بشر بلا نهاية. نفس الوقت همات مركز المدينة دائما مكتظ بالسياح والبشر والعالم، سبحان الله مو طبيعي. الو باش نعمة كايل أبي يا أبا نعمة برو كايل كايل شو هاي الطلبية الثانية حبايبي، طلبيتي نفس الوقت. يلا قولوا يا الله. حبايبي السلام عليكم، ان شاء الله الصحة، شو اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم الفيديو حبايبي بمنتهى البساطة شروط العمل في ألمانيا، شروط العمل بالأوبايت توصيل الأكل، شروط العمل توصيل ركاب بالأوبر في ألمانيا، أو شروط العمل كفلوتن باتنر شريك بالأوبايت، أو يكون مساعد للأوبايت مثل الشركة، يكون شخص عنده شركة يشتغل على حساب الخاص. شروط هذا العمل أو شروط هاي الشركة أو شروط الفلوتن باتنر اللي هو الشريك بالأوبايت، شلون واحد كيف يكون إنسان فلوتن باتنر، كيف يكون إنسان شريك بالأوبايت. يعني حاولت أشرحها بمنتهى البساطة، حاولت أشرحها قدر ما أقدر. يعني حبايبي انا حاليا عندي طلبيتين، هاي الطلبة الاولى والثانية، رحت استلمتهم من المطعم ونروح على الجوجل مابس، يبتعد عني تقريبا 12 دقيقة. شلون اطلع منه؟ لازم اروح على اليمين، دن 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 دن. اول شيء اروح على اليمين نطلع منه. عامية حبايبي شروط العمل في المانيا يعني اهم الاشياء اللي انت تحتاجها لكي تقدر تشتغل او تبدا العمل في المانيا، سواء كان في توصيل اكل، سواء كان في مطعم، سواء كان توصيل ركاب الاوبر، سواء كان كطبيب، سواء كان اي شيء اي شيء اي شيء. المهم هاي النقاط الاربعه اهم شيء. يكون عمرك 18 سنه، اقل شيء 18 سنه، والاقل من 18 سنه لهم شروطهم الخاصه، قوانينهم الخاصه. بس هذا هو مو اليوم مو موضوعنا، موضوعنا اقل شيء 18 سنه، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه يكون عندك اقامه، تصريح عمل، اقامه، او يكون عندك جواز سفر الماني. ها طبعا هذا الشيء احسن شيء. لازم يكون عندك عنوان سكن في المانيا حصريا، ما بيها اي مجادله. تكون بكامل صحتك جسديا او عقليا، هذه النقاط الاهم لكي تبدا العمل في المانيا بمنتهى البساطه. النقاط الاربعه، عمرك 18، عندك اقامه، صحتك تكون 100% عقليا او جسديا، ويكون عندك عنوان في المانيا، ويكون عندك عنوان سكن في المانيا وبس. اما اذا تحب توصل توصيل طلبات الاكل بالأوبر تحديدا، لازم يكون عندك 1 دراجه هوائيه، او 2 سيارة وبس. بعض المدن وبعض الولايات تحتاج فلوتن باتنر، يعني شريك بالأوبايت تشتغل تعاون وياه، هو يكون شريك بالأوبايت، يكون عبارة عن شخص عنده شركة ويشتغل على حساب الخاص، فتحتاج هذا الشخص على مود يفعل لك البرنامج توصيل طلبات الأكل في ألمانيا. بعض المدن بعض الولايات، مو كل ألمانيا، بعض المدن بعض الولايات. والنقطة الأخيرة حبايبي، وهي النقطة الأهم، حقيبة الظهر، حقيبة توصيل طلبات الأكل، هي تكون هاي أما للسيارة يا أما تكون للدراجة الهوائية مخصصة. يعني طبعا حبايبي أكثر الأحيان تأخذها ببلاش من شركة الأوبايت أو من الفلوتن باتنر اللي هو الشريك بالأوبايت، اللي هو يفعل لك، اللي هو الشخص اللي يفعل لك البرنامج على مود تقدر تشتغل بالأوبايت توصيل طلبات الأكل، سواء كان بالسيارة أو بالدراجة الهوائية. إذا تحب تشتغل مع شخص اسمه فلوتن باتنر شريك بالأوبايت أو المساعد يسموه، لازم يكون عندك عقد بينك وبين هذا الشخص، ولازم ياخذ من عندك نسبة. نسبة هاي تكون 15، ما بين ال 15 10% إلى 25، الله أعلم. كل شركة كل شخص ياخذ نسبة معينة، حسب الشركة حسب كبر الشركة. حبايبي احنا وصلنا للطلبية الأولى، نضغط هنا أنا. هما فيك ساوند غايسش. بسم الله. أول واحد اسمه يانيك، انطلقوا. متعود دائما إذا هو شريف ينزل على الأقل للنص، وإذا هو مو شريف ف هاي بسوداس؟ أصلا إيش أوه ده قال يا لابتيت تشاو تشاو. لا بشرفي شريف ابن أمه وأبوه، اعطاني بخشيش يورو 1، الحمد لله والشكر. ها عيني، هاي الطلبية الثانية،
انطلقوا. هذا الشارع له مصيبة، هذا انتقام مو شارع. حتى السيارة ما تحمل، يتحملها بايسيكل، دراجة هوائية يتحمل، ما يتحمل أي إنسان. يا إلهي صدق مزعج، يعني هذا الشارع، هاي الشوارع مزعجة إلى درجة مو طبيعية. يتعمدون يسوون هاي الشوارع على مود الإنسان ما يمشي سريع. المهم حبايبي نكمل كلامنا، إذا تحب تشتغل مع فلوتن بارتنر لازم يكون عندك عقد، نفس الوقت تدفع 15% من أرباحك. حاليا ما محتاج فلوتن بارتنر، بس موظفين عاديين. حبايبي وصلنا إلى الزبون رقم 15. بسلف؟ هاي بقوخش عن النمر، بقوخش عن النمر، نيت بقوخش نشت So, bist du? Sorry. Ja. Guten Appetit. Danke. Alles klar. Ciao, ciao. Dir auch. والله حبايبي طبينا بالحياة. بس منتظرتني برا باب، شفتوها؟ منتظرتني باب العمارة. هذا معناته ان هي انسانة محترمة وتعرف القوانين وتعرف انه هذا الشيء لازم الزبون اذا يطلب طلبية ينزل. يعني ليش يصعد من الطابق الخامس السادس؟ مو حرام. وصلنا الى اخر نقطة وهي توصيل الركاب بالاوبر مثل التاكسي في ألمانيا. الشروط كالآتي: لازم يكون عندك إجازة سواقة معترف بها في ألمانيا. ثاني شيء المدة التجريبية تكون أقل شيء سنتين وانتهت، يعني خلصت أنت من سنتين، يعني تكون عندك إجازة سواقة أقل شيء سنتين. ثاني شرط لازم تكون إجازة سواقة عندك أقل شيء سنتين معترف بها، هاي تكون المدة التجريبية سواء أنت كنت بألمانيا أو برا ألمانيا، هذا الشيء ما يلعب دور. ثالث شرط لازم يكون ما عندك أي مخالفة، لأن المخالفات تزيد من مدة التجريبية اللي هي سنتين، ممكن تكون 4 سنوات، ممكن 6 سنوات حسب المخالفات اللي أنت ارتكبتها في ألمانيا. الشرط الرابع لازم يكون عندك كي شاين مو بي، بي شاين، وهذا يعتمد على المدة التجريبية اللي انت بيها. يعني اذا انت عندك مدة تجريبية اقل من سنتين فهذا الشيء ما مسموح لك، واذا كان عندك شهادة سواقة اقل شيء سنتين والمدة التجريبية انتهت وما عندك اي مخالفة تقدر تقدم على البي شاين وتمتحن، تمتحن امتحان نظري وعملي مخصصة لتوصيل الركاب مثل التاكسي او مثلا توصيل ركاب بالاوبر. طبعا هذه اجازة تعتمد على المدة التجريبية اللي انت بيها. اذا كانت شهادة السواقة، اذا كانت رخصة السواقة عندك اقل شيء سنتين فمسموح لك تقدم على البي شاين تمتحن وتاخذها. طبعا هذا الشيء يعتمد على مخالفاتك، اذا انت ما عندك ولا مخالفة فمعناته ان انت عندك مدة تجريبية فقط سنتين، واذا عندك مخالفة ممكن تكون مدة تجريبية اكثر من سنتين، وهذا الشيء يحرمك من تقديم على البي شاين او رخصة التوصيل الركاب كالتاكسي. هاي وصلت الطلبية، نسوي ريكوردينج برجر كينج. هذا الاكل غير صحي، مطلوب محبوب بلا نهاية، يعني مو طبيعي سبحان الله. حبايبي قبل ما ننهي هذا الفيديو اختصر كل الكلام اللي انا ذكرته بهذا الفيديو. عموما لازم يكون عندك اقامة، عمرك 18 سنة، عندك عنوان سكن في المانيا، ويكون عندك صحة 100% جسديا وعقليا. ونفس الوقت كل الاشياء اللي ذكرتها، سواء تحب تشتغل توصيل طلبات الاكل، سواء انك تحب توصيل الركاب بالاوبر او التاكسي، سواء انك تحب تكون فلوتن بارتنر، سواء انك تحب تسوي شيء ثاني، وا 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 وا، لازم يكون عندك هاي الاربع نقاط. يكون عمرك 18 سنه اقل شيء، عندك اقامه، عنوان سكن في المانيا، وتكون بمنتهى صحتك الكامله، يعني 100% جسديا وعقليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثواني، انت نسيت تشترك بالقناه، وتفعل زر الجرس. طبعا اهم شيء رايك بالفيديو. يلا روح دعبل. شلبي قاموا شلبي.